احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه، ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 24/2/2023، وتعالوا نشوفوا الاسعار مع المعلم صبحي بتاع الجسر المصري ابو حمو. صباح الخير يا عم صبحي. صباح الفل يا استاذ، صباحك ابيض ان شاء الله. وانت عامل ايه يا عم الحاج؟ والله الحمد لله، الله يبارك لك. عايز اسبح على فادي ونقول كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. الله اكرم عليك وعلى اولادك، يجعلوا احسن مبروك واحسن سنه. الله يبارك لك عم صبحي. عم صبحي اللي بحب سياده الرئيس بتصب عليه اهوت. الله يبارك لك عم صبحي. الله الناس الطيبه اللي بتحب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله يقويه ويعينه علينا. بسم الله ما شاء الله، الله يقويه علينا يا رب يا عم صبحي. يا رب يا رب، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح العسل، صباحك ابيض ان شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. صنعتهم ايه يا عم صبحي دول؟ اللحم. بسم الله ما شاء الله، العجميات اللحم يا جماعه في سوق ابو المطامير مع المعلم صبح. الله اكبر. عمرك قد ايه؟ سنه وشهرين. سنه شهرين لسنه وثلاث شهور، يعني الحقوا العيد كده طيب. ايوه المحظور. الله اكبر. السنه هتبقى دبايح غالي، دبايح هتبقى غاليه صح. اللهم صل عليك كلب. بسم الله ما شاء الله يا جماعه المال. الله اكبر. من سنه وشهرين لسنه وثلاث شهور العجميات النتايات اللحم يا جماعه. اللهم صل عليك كلب. الله اكبر. الله اكبر. كم وكم يا عم صبحي بمرد الله؟ 20,500 يا استاذ وائل. 20,500 و18 ونص. و18 ونص. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، يعني الله اكبر. 39 الاثنين. اللهم صل عليك يا نبي. ده كلها هنا حبالة كمان. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي على المال يا جماعه. الله اكبر. الله يبارك لك يا عم صبحي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ما طلعتش حاجه. تحيا مصر، تحيا مصر. الله يبارك لك يا عم صبحي. صباحك ابيض ان شاء الله. اي حد عايز يتواصل مع عم صبحي رقمه يا جماعه في الفيديوهات، بعد الفيديوهات معانا عشان الرقم مش موجود النهارده. صباحك ابيض يا عم الحاج، والله يسهل لك حالك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. العجميات اللحم يا جماعه في سوق ابو المطامير. الله اكبر. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. صباح الفل يا رجاله. صباحكم ابيض ان شاء الله. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. عرفنا بالاسم. حاج نصر زيدان. المعلم نصر زيدان. منين يا عم نصر؟ كوم الحنش. كوم الحنش يا جماعه، تبع ابو المطامير ولا كفر دوار؟ ابو المطامير. ابو المطامير وتجار ابو المطامير. كوم الحنش. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لبنيه دي يا عم نصر؟ لبنيه. اللهم صل عليك يا نبي. لبنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ما كفرتش ولا سن. الله اكبر. العجميات اللحم. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. عامله ايه يا حاج نصر دي؟ دي عامله 30,100. 30,100. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 30,100 شابه. 300 اللي عايز اضحيه عامله 30,100. الله اكبر. 50 كيلو لحم. 350 كيلو قايم كده. الاسعار قبل العيد لازم تنزل الاسعار. لازم تنزل الاسعار. يا رب ترخيها يا رب. والعالم الغلابه دي. الله يبارك لك يا حاج ناصر. بسم الله ما شاء الله. شابه دايت ب 29,500. 29,500 يا جماعه شابه لحمه. بسم الله ما شاء الله. طيب يا جاسم. المعلم ناصر الله يبارك له، بتحكم الحنش الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. معلم ناصر زيدان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الاسعار بتاعت الله يبارك لك يا معلم ناصر. والله لازم كله عيد. كله عيد ان شاء الله. الله يبارك لك. ان شاء الله كله هيعيد يا حاج ناصر. بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. يعني اسعار نهائيه كده حاج ناصر؟ اسعار نهائيه والله. الله يبارك لك ويصلح حالك. 9,500 ودي 38,100. 30,129,500. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللحم يا جماعه، العجميات بسم الله ما شاء الله، لبنيه ما كسرتش ولا سنه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني موجود عندك عجميات لحم حاج ناصر؟ عندي بالمزرعه. الله يبارك لك. طب والله عندي بالمزرعه بتاع 30 واحده بنفس الاسعارات دي، بنفس الاحجام دي برضه. الله يبارك. عندي 300 340 330، يعني بنفس الاسعار. 30 و31 كله بنفس. الله يبارك لك يا حاج ناصر. 29,500 حاج. اتفرج على جميع صلاه النبي عليه. الله اكبر. 28,500 اللي مع الراجل ده اهو. بسم الله ما شاء الله. يا جمال يا عزومي. 28,500 يا حاج ناصر. يا جمال يا عزومي. الله اكبر. تعال هنا ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. سمعتك. اللهم صل عليك يا نبي. 28,200. الله يبارك لك يا حاج ناصر. بسم الله ما شاء الله. تعال يا جمل. اللهم صل عليك يا نبي. اهيت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله جاي علينا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا انا يا جمل. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله.
الصحافة. ادينا رقمك حاج ناصر لو حد عايز حاجة يتواصل معاه. كاميرا. الله يبارك لك. 012-42-41-69-69-208-208. أي حد يتواصل معاه. أي حد يتواصل تحت أمرك وإذنك في أي وقت. الله يبارك لك حاج ناصر. عم رخصوا الأسعار لسه عن كده. الله يبارك لك. العالم كلها تعين. الله يبارك لك واستحالة. الناس المحترمين الطيبين اللي عايزين كله يعين ان شاء الله. المزرعة ماشي، يجي في السوق ماشي، في اي مكان ماشي. في اي مكان يعني موجود عندك لحم على طول يا حاج ناصر؟ موجود عندي. الله يبارك لك ويصلح حالك يا حاج ناصر. عندي جرة كورة. وفي كورة برضه. عندي جرة كورة. الدكورة ماشية الكيلو كام جاي مع حاج ناصر النهارده؟ يعني 120. ده 115 110. من 110 ل 115. الله يبارك لك يا حاج ناصر. ولسه الاسعار بتنزل. ولسه هتنزل طبعا. لسه هتنزل لان هبوط في الاسعار يا جماعه في سوق ابو المطامير. الله يبارك لك يا حاج ناصر ويسرح حالك وحال الجميع. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا معلمي. ما معش فلوس برضك يجي ياخذ. الله يبارك لك. صباحك ابيض ان شاء الله. متشكرين يا معلمي. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.